عايزين سمك سوداني بلطي مقرمش كده من فوق الجلد بتاعته، لكن لما تاكلوه كده من جوه طري ولين. ودي وصفة أمي الله يديها العافية ويطول في عمرها. وزمان حقيقة كان والدي يجيب السمك البلطي من سوق الموردة يوم الجمعة، يعني كانت أكلتنا يوم الجمعة. طبعا أنا في الأول بخيت السمك ده، بيخلي التفاح وبخليه في المصة، بعد كده ببتدي بغسله وبشيل يعني الديل بتاعه والخياشين اللي هي من جنب، و بخليه في المصفى، وبعد كده او ما يتصفى كده انا بشقه بالنص بالسكينة. المقاس دي صغير، وهنا في بريطانيا عندنا السمك البلطي اسمه تلابيا. البهارات هنا الملح على ذوقكم، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، ملعقة كبيرة ملح كزبرة، ملعقة كبيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، وملعقة صغيرة من الشطة الحمراء، وما تنسوا نص ملعقة كبيرة من الكمون اللي هو الشمار بالسودانيين بيقولوه كده. بخلط كده البهارات وبخلي على جنب كده بتاعت نص ملعقة كبيرة، وبقيت البهارات أنا بحيق بيه السمك. ممكن تخلوه ليلة كاملة في التلاجة ياخد الحياق بتاعه. أهم حاجة والسر هنا أنا بستعمل دقيق اللي هو سيلف ريزينج فلاور اللي فيه مادة يعني الرفع، ومعاهم ملعقتين كبار من النشا وبقية البهارات. وهنا يعني تقريبا ضفت نص كوباية من السيلف ريزينج فلاور لأنه الكمية بسيطة جدا، وبيقعد معاه يعني شوية باقي، ما بخلطه كده بالسمك كله، بغلفه بالدقيق دي. وأهم حاجة الصاج يكون الزيت مليان وساخن شديد قبل ما يعني تضيفه السمكة. ما بحركه في الأول لحد ما لونه يحمر، وهي السمكة أول ما لونه يكون ذهبي كده شمينا قرمة كده كيف، بخليها في المصفى تصفي الزيت بتاعها. وإن شاء الله وصفة دي تعجبكم وتصل المليون وتطلع إكسبلور مع السمك البلطي السوداء.